משפחת טונסי, מאמא, מה, אולפה. مرحبا بكم الناس الكل. باش نعملوا بعضنا اليوم شاباتي تونسي بلمسه خفيفه هكا ومختلفه. باش نعمل دقيق القمح الكامل، باش نخلط دقيق القمح الكامل، فيه الشوفان مخلط انا، شوفان وقمح وبتيتي بوتر، المهم اي دقيق قمح كامل. حطيت تقريبا 160 غرام، نقولوا كيس نحنا، وعليهم زوز كيسين فرينه وزوز كيسين سميت. اي مش لازم نقول لكم بالغرام، كيس دقيق القمح الكامل وزوز كيسين فرينه وكيس سميت وزوز كيسين سميت. هذا الكل علاش اكون دخلك الالياف نتاع القمح، اما راهو معني مش شكل صحي صحي كامل، يعني ما يجي بشي مرصرص ياسر كي باش نعملوه وحده، ولازم منه الفرينه باش تعطيها هكا شويه خفه، وكالسميد يعطيها البنه نتاع السميد. هاي حطيت عليهم غرفه كبيره خميره نتاع خبز، خميره فوريه، ومغرفه كبيره سكر ولا عسل ولا اي حاجه حلوه باش تخدم الخميره. حطيت عليهم مثلا انا حطيت 5 كيسين زوز كيسين ونص ماء، النص متاعو، وهكا شوفوا من بعد العجينه كان ناقصه زيدوها شويه ماء، وكان جات جاريه برشا زيدوها شويه فرينه، ما فيها حتى شيء. انا حطيتها تعجن الدب ما دارت تعجنت، وخليتها خمرت في نفس البول، وصيي معناها في ساعه في ساعه خمرت تقريبا نص ساعه هكاكا فوجت. جيت دهنت بالزيت، وباش نحل الكعابر نتاع الشاباتي خبز الشاباتي بالزيت. راهو تنجم تخدموا فرينه صافي اذا تحبوا خفيف على الاخر، نجم تخدموا فرينه وسميد اذا تحبوا الشباتي اللي نعرفوه احنا من قبل، واذا تحبوا هكا صحي شويه دخل فيه نخاله والا فرينه القمح الكامل. طوى بالزيت كيما تراو هبطها، وكنحاول ما نعجنهاش وما نهبطش الهواء اللي فيها، نحاول نحافظ على الهواء اللي فيها الماكسيموم، ونقصها تجيني 6 كعبات تقريبا، ومن بعد نجي نكعبرهم كعابر باش يجيو مستويين. كي نحلهم من بعد تتحلي مدوره مستويه، وندهنهم بالزيت، او كنزيد معناه ماذا بيا نلفها بالزيت باش ما تلصقليش، خاطر كي تتنفخ وتلصق من بعد وباش نهزو نطيبوها اكل الهواء نتاعها الكل يهبط وتولي مرصصة في بعضها. حطيتهم يعاودوا يخبروا ويرتاحوا شويه اخر، مادام انا حضرت الاومليت. الاومليت كعبتين بصل عليهم ربطه مع عدنوس، حطيت في الاشواغ ريحتهم الكل مع بعضهم، اما ريحتهم بالقدين مره هذيا، حبيت الكعبة الأومليت تجيني خضرة. ومن بعد بداو يرتاحوا زعما ما شاء الله في ساعة عاودوا تنفخوا وارتاحوا، نحل أول كعبة باش نحطها فوق الكريبيغ ولا المقلة ولا طاجين ولا وين باش طيبها، مش في الفورة، فوق الغاز، وترحالي هاك المعدنوس والبصل باش نحط عليه 6 كعبات عظم على قد الخبز، قد العظم كل كعبة أومليت بكعبة عظم. انا تقريبا يثولي زدت السابعة، زدت كعبة اخرى 7 باش يجيو الكعبات هكا كبار شوية. يا اخي في الخبز كل جاوني 7 كعبات اومليت، حطيت لهم رشة ملح وشوية تابلو كروية وبرشة جبن، اي نوع جبن عندك حطو، ومغرفة هريسة تنجم تكثر في الهريسة اكثر باش تجي تعطي بنة، ومغرفتين زيت، زيت زيتونة. خلط الكل مع بعضه ونخليه متجانس بالكدا، مش بلاصه فيها جبن وبلاصه ما فيهاش، بلاصه فيها مغرفه هريسه وبلاصه اخرى ما فيهمش. الخبزه الاولى ديجا هزيتها فوق المقله تسخن، ماهيش نار عاليه، نار متوسطه، ما كانش تحرق لنا من برا ويقعد ني من داخل. ومن المستحسن اني نحلهم هكاكا ونخليهم يرتاحوا ومن بعد نهزهم. اذا العجينه نتاعك طريه برشا حلها بالوقت وحطها، اذا العجينه نتاعك مكبوسه ولا متوسطه حلهم وخليهم يرتاحوا وبعد هز بالكعب بالكعب. حطيتها على المقله، ومن بعد المقله الاخرى من غاديك باش نطيب فيها الاومليت اون باراليل باش نعملهم. حطيت شويه زيت في المقله نتاعي وحطيت بلوش، هاكا نحسب بلوش تجيني كعبه اومليت. اوكا لهنا نجي نحلهم اللي قعدوا لي الاربع الاخرين بالزيت، نعاود ونقول بالزيت نحلو مش بالفرينة.
وكل اومليت خاطر فيها برشا جبن عطاتنا لون غامق. وكل عادة مغرفة الزيت لازم منها قبل ما نحط كعبة الأومليت كيش تتحرق لنا وتلصق شيحة. هكا والخبيزة نقعد نقلب فيها ونشقلب نقلب ونشقلب هكا ما نقلبها من الأول كان ما تشيح النص نتاعها وبعد نقلب ونشقلب حتى يشلي تيب. طيب باش نعمل مايونيز ساهل، كعب عظم كاملة بالأبيض بالأصفر حطيت عليها مغرفة صغيرة موتارد، حطيت عليها نص مغرفة ولا ربع مغرفة متاع قهوة ملح، وحطيت عليها كيس كامل زيت. انا ذاك راهو ربع كيس يعني اللي في يدي الفيولي ذاك يجي ربع كيس، انا حطيت ثلاثة ارباع متاع الكيس حسيت ناقص يخي زدت ربع اخر وليو كيس كامل. وحطيت مغرفة خل والا قارص، ومن بعد بالميكسور بلونجون ضربتين اللي هو جاي على برا حسيته عاقد برشا وليت زدته شوية حليب. هكا ربع الكاس يجي النص نتاعو، معناها ربع النص نتاع الربع. هكا تاع خمسة ولا ستة مغارف حليب يقولون احنا، حطيت شوية منه بعد حسيته مزال يابس كملتك الطرف وكهو المايونيز حضر. هذايا طن حكة طن مزات كي فرغتها غاديكا، والحكة الهيسة مزات كي حليتها، المايونيز حاضر، عندي الجبن متاع الهمبرغر ولا كروك ميسيو المهم كجبن هذاك المربى مفرطح، الأومليت حاضرة والخبز متاعنا طاب جاي طري. وعملت وراني جويد خفيف خاطر عندنا فينيت القمح الكامل باش يجي مرصرص، دونك ماذا بينا نعملوه جويد باش يجينا خفيف. تعملوا خشين اذا باش تعملوا خشين راهو باش يجيكم مرصرص من داخل، فينيت القمح الكامل ما تخليش ما تعاونش الخبيرة هكا باش تطلع، معناها العجينة باش تطلع وتنفش وتجيها مهوية. ناخذك عيبة نقصها نقصها نقبط منها شويه، انا لا محاله مش مشكل ما يقلقش. نحط بزيد مايونيز بنتو مايونيز عندي انا وبزيد هريسه، خلط الكل مع بعضه. فما شكون يحطوا سلطه مشويه؟ قبل عملته لكم بالسلطه المشويه ما الحقيقه ما عجبنيش، بعد النكهه متاع الشباتي اللي مسيسين بيه. طب وكثروا ما شاء الله وتبدلوا من اجيال، نحكي على جيلي راني ونحكي على سنوات التالي يعني مانيش 15 سنة واكثر معني هالتالي. وحطيت بالقدي طن شخشخته بالطن، وحطيت اكل الاومليت وحطيت فوقها الجبن. نجموا الجبن تحطوه بالوقت وقت اللي تهبطوا الاومليت تحبوه ذايب، دوما تهبط الاومليت وهي سخونه ارمي عليها زوز طروف جبن اذا حاب، ونسكر عليهم. وبطبيعه مانيش باش نقدمه لهم وهو منقوم من فوق، دونك قلبته شويه غشه. ونقصه في الوسط باش يسهل الواحد كي يبدا ياكل فيه، ما يستحقش معاه لا فريت لا حتى شيء بصراحه، وحده بوك بيكن تكملو كامل مشخشخ هو وكبير ما شاء الله. وهذا الشباتي امتعنا احضر وجي بنين بالحق نودكم ومنشهيكم. ونكمل الكلهم بنفس الطريقه، اللي يحب جبن نحط له، اللي ما يحبش تحب تحط فيه جامبون، ما تحبش كيف كيف يرجع لك باقي ليك انت. هكا ها هذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامه.